اليوم جيت الفاس باش نديكوفري لا نوفيل كوليكسيون ديال مدام فاطمه الزهراء. سي اون غراند ستيليست كو جو ريسبكت بوكو و سا ما في انورمون بليزير انها تعرض عليا لو شوروم ديالها. اكتشفت لي تونو ديالها مانيفيك جوست مانيفيك تري شيك تري اليغون و سا ما في ان انورم بليزير انني ندير لو شوتينغ معاها. Alors, بالنسبة لي كولور جو لي في لا رمارك قلت لها الميكس دي كولور اللي ما كيطيحوش على البال عندها اون كرياتيفيتي انورم تبارك الله عليها مبدعه و جي ادوري داك لو ميكس دي كولور اللي غير متوقع و فينالمون ال ريوسي انها تعطي ان ستيل ديفيرون دي زوتر و ان ستيل بارتيكولي و داكشي علاش جو لا ريسبكت بوكو. السلام عليكم، معكم مصممه ازياء فاطمه الزهراء التغاري من مدينه فاس. اول حاجه كنشكر مجله سلطانه اللي ديما متواجده معنا سواء داخل المغرب او خارج المغرب، وكنشكروها على الاهتمام ديالها باللباس التقليدي. فلهذا كنقول لها مرحبا بك هذا النهار ونورتيونا. بالنسبه لهذا النهار عندنا احتفال باول كوليكسيون طلقناها من بعد الكونفينمون. طرحنا هذه الكوليكسيون باش نهتموا باللباس التقليدي اللي هو كيف ما عندنا لا اوت غام، هاد المره خدمنا حتى لا مويان غام باتمنه اللي هي جد مناسبه، والناس خلاص اللي كيعرفونا على هاوس اوف ستايل ديجا راهم عارفين لا اوت غام ديالنا ولا مويان غام. كلهم دخلوا السيت ويب ان شاء الله وغادي يعرفوها اللي هي فيها اتمنه جد مناسبه، واللي كيعرف لا ماركا ديال هاوس اوف ستايل يمكن له كيعرف عليها حتى الطرز ديال الرباطي الطرز ديال الغرزه، يعني دي بياس اونيك، يعني كنهتموا من اي حاجه عندها علاقه بالتصميم من ا جوج كازين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.